السيدات والسادة الحضور الكرام، أسعد الله أوقاتكم. أهلا وسهلا بكم في منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، والشكر موصول للقائمين عليه لحرصهم الدائم على تقديم كل ما هو جاد وجديد، ولدورهم في دفع عجلة الإنتاج الفكري وتشجيع التبادل المعرفي من خلال توفير مساحات للحوار الراقي. أرحب بضيفنا لهذا المساء معالي الدكتور موسى المعايطة، مهندس. معالي المهندس، عفوا، معالي المهندس موسى المعايطة في حوارية الطريق إلى الانتخابات. وليأذن لي معالي أن أحاوره بصفاته المتعددة: الحزبي والسياسي المخضرم، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأسبق، عضو مجلس الأعيان، عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وحالياً رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات. وأعده أمامكم أن استدعاء هذه الصفات جاء من باب أخذ الحوار لأبعاده السياسية والقانونية والإجرائية فقط، فهو حتماً لا يتحمل وحده مسؤولية التحديث والتحزيب وسلامة العملية الانتخابية ونتائجها. وبالعودة للحوارية، فإذا أردناها مقنعة لابد أن يكون الكلام صادقاً وعلمياً، متفهماً وليس تبريرياً، ناقضاً بموضوعية، ليسمح لأسئلة الوعي أن تتسلل بعمق وتقابلها أجوبة الحقائق والمعلومات والمنطق، ويترك للعقل اتخاذ القرار. أما عن الطريق إلى الانتخابات فهي طريق وعي اختلط فيها تقييم التحديث السياسي بالأداء الحزبي بالعملية الانتخابية، وبدا المشهد مرتبكاً والخطاب مكرراً، فالأصل أن يكون الاشتباك برامجياً على بعد عدة أسابيع من يوم الاقتراع، ولكننا ما زلنا إلى اليوم نتحدث عن الجاهزية والقائمة والانتهاكات والرؤية والتطبيق، ولا زال التكامل بين الوطني والمحلي مستبعداً، فلا ثقافة الصوت الواحد غادرت المحليات، ولا مشروعاً سياسياً متكاملاً قدم على مستوى الوطن. وبين متفهم لتواضع التجربة وداع لعمليات تصحيح ذاتي وتصويب للأوضاع بعد الانتخابات، وبين مشكك في إمكانية حدوث ذلك، وبين متخوف محق من إمكانية عودة مجلس نيابي لا يحمل نكهة سياسية، عدنا لجدلية المقاطعة والمشاركة والتلاوم حول إمكانية تكريس الوضع القائم أو المساهمة بصعود تيارات برلمانية غير ممثلة بسبب ضعف المشاركة في الانتخابات. ولنتفق جميعاً أن من يقرر المشاركة يقع على عاتقه تجويد العملية، ومن يقرر المقاطعة يقع على عاتقه تقديم البديل، والدولة بأجهزتها ومؤسساتها السياسية والأمنية ضامنة للجميع. أما عن سؤال من أين نبدأ، فليبدأ العمل من حيث أمكن. شكرا. أهلا وسهلا معاليك، ولنبدأ على بركة الله. حديثنا اليوم معاليك على عدة محاور. المحور الأول وهو الأكثر إثارة للجدل هو التحديث السياسي. سؤالي لمعاليك عن دور الهيئة المستقلة للانتخابات، وخصوصية هذا الدور في انتخابات 2024 لربطه مع مساق التحديث السياسي، وهل يمكن القول أن هناك إعادة تعريف لدور الهيئة؟ هذا بالنسبة للشق الأول للسؤال. أما الشق الثاني فسؤالي لمعاليك: ما هو تقييمك لمسار التحديث السياسي بين ما كان مأمولا ومتوقعا وما جاء مفاجئا؟ أشكرك معاليك. شكرا. شكرا على سؤالك بالنسبه لدور الهيئه، بس بدي احكي انا في كان في اجتماع، وكان كل واحد يسال الهيئه شو عملتون. قلت لهم تتذكروا قصه عقله والجيش، وما فيش بالجيش غير عقله، وما فيش غير في الهيئه المستقله، يعني الهيئه مش عقله،
لحالها يعني في قصة في الجيش. هلا صحيح الهيئة المستقلة دورها اختلف عن السابق بسبب المهام اللي أعطيت لها. فأولا الانتخابات هي بدأت في انتخابات نيابية ومن ثم صارت البلد أنيط بها الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات. والمضبوط في النهاية كان التغيير النوعي القفزة النوعية يعني في بناء على قوانين التحديث السياسي أن أصبحت هي مسؤولة عن تنفيذ قانون الأحزاب. أيضا مهمتها كانت وزارة شؤون الداخلية الأحزاب السياسية انتقلت لوزارة شؤون السياسية البرلمانية وحاليا انتقلت إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بحيث أصبحت هي الجهة المناط بها تنفيذ القانون. وبالإضافة أنه قضية شرح القوانين والتوعية يمكن أخذ الدور سياسي مدام عندها مسؤولية الأحزاب لازم أخذ الدور سياسي أكثر. في كثير من الإخوان بيعلقوا أنه مرات أنه الهيئة لازم تكون محايدة أو الهيئة ما تحكي أي شيء. يعني أنا مرات بتخيلها يعني الهيئة لازم تكون صم بكم ولا ومش شايفين يعني هيك يغمضوا ويصموا ما دخلني. هذا الكلام الصحيح في السياسة. الهيئة بتسمع وبتشوف، أنا بحكي عن الهيئة بجميع مفوضيها، وبتسمع بتشوف وبتحكي. فمرات كثير تعليقات أو في المدة الأخيرة لما أحكي أنا عن علق أو وجهة نظر سياسية بقول شو دخل الهيئة لازم تكون حيادية، لا مش صحيح. الحياد هو أن لا تدخل في عمل الأحزاب، الحياد هو أن تدير الهيئة انتخابات عادلة مساوية للجميع، لكن هذا لا يعني أن لا تقول ما رأيها في كثير من القضايا اللي ممكن نحكي فيها بعدين. فهذا دور الهيئة المستقلة اللي يعني توسع في المدة الأخيرة، وأنا بعتقد ونيت فيها لأنه إحنا بنحكي لما نحكي عن حكومات في المستقبل البرلمانية يمكن مش الانتخابات القادمة اللي لازم نصلها تشكلها أغلبيات حزبية لازم يكون جهة محايدة. مش مشان هيك انتقلت مثلا الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية لأن الوزير ممكن يكون حزبي أو ممكن يكون يأثر أو يتعامل مع الأحزاب يعني على أساس عدم الحياد بالنسبة له موجود في حزب إله. فهذه قضية المهمة في قضية توسيع التوسع دور الهيئة. شو دورها في التحديد السياسي؟ يمكن هي صدفة هي الوضع أنه عملية التحديد السياسي منذ ما بعد إقرار القوانين في مجلس أنه ما نعرف التحديد السياسي جاءت لجنة اجتمع 90 شخص اجتمعوا حوالي 3 أشهر. هذه اللجنة ضمت أشخاص وسياسيين من مختلف التيارات، يعني كان عندنا الحزب الشيوعي وجبهة العمل الإسلامي، كان عندنا ممثلين مجتمع مدني، ممثلي المجتمع أيضا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وممثلين تنوع في المجتمع، مرأة أيضا وشباب. في النهاية توصلت إلى توافق، هذا التوافق اللي نتم عنه تعديل بعض القضايا في الدستور، قانون انتخاب جديد وقانون أحزاب جديد، وأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر لكل اللجان التي تشكلت في ضمن هذه اللجنة اللي كان فيها لجنة أحزاب، لجنة انتخاب، لجنة تعديل الدستور، لجنة مرأة، لجنة شباب، لجنة إدارة محلية. وتم في النهاية الوصول إلى هذا التوافق، وهو بالفعل توافق صعب أنا أعتقد تم التوصل إليه. والتواصل في النهاية في ناس قالوا بختم هاي الجهة، في ناس بيقولوا لا ما بختم هاي الجهة. في النهاية كان الهدف الأساسي من هذه التعديلات كيفية الوصول إلى برلمان قائم على العمل الجماعي البرامجي وليس على العمل الطبيعي السياسي وليس على العمل الفردي. وشكل التنظيم لهذا العمل الجماعي هو الحزب السياسي، يعني احنا مناش نخترع العجلة، هذا ما وصل له العالم انه في شكل من اشكال العمل السياسي الحزب السياسي هو. هذه القضية الاولى، مشان هيك وضع الناس سموها كوتا الاحزاب اللي هي 30% مقاعد. انا في رأيي كان لابد التعامل مع هذا الواقع بعد 30 سنة من وجود الأحزاب السياسية. كان عندنا 56 حزب، وعادة في الانتخابات النيابية كان الناس تترشح بشكل فردي مستقل عائلي عشائري مناطقي بغض النظر، لكن مش حزبي باستثناء حزب أو حزبين كانوا يترشحوا باسمه ويوجدوا في البرلمان. فكان لابد الوجود الطريقة في أن يكون هناك عمل حزبي حديث. فكان 30% اللي من ثم وضعت أن تصبح 50% في الانتخابات القادمة، ومن ثم 65% في الانتخابات القادمة، بحيث نصل في النهاية إلى برلمان قائم على العمل السياسي الجماعي البرامجي. مشكلتنا كمان دجل في قضية، إحنا في الأردن العمل الفردي أصبح هو الأساس، العمل الجماعي في كل الأشياء. يعني إحنا بنلعب تنس
نلعبش كرة قدم، نلعبش كرة سلة، نلعبش كرة يد، بما أنه الأولمبياد كان يعني خلينا نتذكر يعني كان شيء جميل اللي فمنلعب تنس، تنس في ون مان شو. للأسف هذا الفريق لحد الآن، مشان هيك ولحد الآن منواجه بعض الصعوبات. هلا في انتقادات ممكن نحكي فيها على قضية الأحزاب وتشكلها وكيف، لأنه العمل الفردي النجوم، بعدين إحنا منحب النجوم، منحب الأبطال، هيك قصصنا اللي موجودة. وهذا للأسف مش هذا صحيح. مهم دور الناس، الشخص مهم، دور الشخص دائما في العمل السياسي والعمل في كل مجال، لكن مهم العمل المجموعة. ومن ثم النقطة الثانية كانت كيف تطوير مشاركة المرأة، فصار زيادة حد الأدنى للمقاعد ما يسمى بالكوتا من 15 إلى 18، بحيث كان مطلب اللجان الاتحادات النسائية أن يكون لكل، مش لكل محافظة، لكل دائرة. مشان هيك عمان 3، إربد 2، بحيث وصلنا. بالإضافة أنه القائمة الحزبية اللي أن يكون هناك، والقائمة الحزبية مهمة لأنه صار القائمة الحزبية اعتمد النظام الانتخابي القائمة النسبية المغلقة، بحيث أن أنتخب حزب بدون ناس، مشان شوي نقول هل بنشتغل مع بعض. وهي واجهت صعوبات بعدين في التطبيق، ليش؟ بسببنا. وأن يكون في 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 هذه القائمة المرتبة من قبل الحزب شرط أساسي لكي تقبل في الهيئة المستقلة والترشيح حسب القانون، أن يكون أول 3 سيدة، ثاني 3 سيدة، وأول 5 شاب أقل من 35 سنة، بين 25 و35. طبيعي. بالإضافة قانون الأحزاب اللي حط 20% يجب أن يكون سيدة، 20% شاب، أقل من شاب أو شابة، يعني ممكن يكون شاب وشباب لهم أقل من 5. مثلا في هذه القضية أعطيكم مثال كيف إحنا نشتغل. لما صارت تشييل الأحزاب وتصويب واضح، إجوا بعض الأحزاب وقالوا هي إن جابوا حوالي بيطلعوا 25% و30، كيف يا عمي بدنا مرأة؟ قال لي لا، خذ 20% نساء، وهي منهم في 20% شباب من نفس المجموعة، يعني 30% مجموعهم. قلنا لهم لا، ما هو احنا بنحبها، انه لازم يكون 20%، تقول لي هذول نساء شباب صغار نساء، ومن ثم 20% لحالهم، بدناش نتحايل على القانون. للاسف احنا بنلاقي طرق كثيره، يعني هذا مثال على. وفي النهايه بديش اطيل، يمكن قانون الاحزاب تعرفوه، والقائمه النسبيه المغلقه هي افضل نظام يساعد في تطوير العمل الحزبي. كل الدول التي بدات في الحياه الحزبيه، دول اوروبا الشرقيه في 89 لما بدات استعملت النظام القائمه النسبيه، لانه كمان دول اوروبا ما كان عندها إلا نظام الحزب الواحد، فاستعملت القائمة النسبية، وبالذات القائمة النسبية المغلقة، بحيث الناس أنها تنتخب لتكتلات لمجموعات حزبية. وهذا أهم. هل دور الهيئة بهذه القوانين بعد ما خلصت من البرلمان والنواب وأقرتها وأصبحت وصدرت الإرادة الملكية وشرف جديد، انتقلت للأحزاب؟ بالفعل هي أخذتها من يوم ما بدأت هذه القوانين بالنفاذ، كانت الأحزاب الهيئة هي المسؤولة عن التعامل معها. أول شيء الأحزاب بدأت في حملات، بدأت لأنه في النهاية الأحزاب تيجي تصوب وضعها في الهيئة أو تشكل أحزاب، بدأت في حملات توعية حول مهمية الأحزاب والمشاركة في الأحزاب، وكانت الوحيدة العامل في الساحة السياسية، فقط الهيئة التي كانت تدعو، فأخذت هذا الدور أيضا في الانتخابات وشرح قانون الانتخابات وتفهيم شوف الفرق بين القائمة النسبية والمغلقة وغيرها. فيعني الناس اعتبرت تلقائيا أن الهيئة هي المسؤولة عن تنفيذ عملية التحديث السياسي، وإحنا حاولنا نقوم بهذا الدور قدر الإمكان. بس زي ما أقول بعدين وصلنا لطريقة أنه فقط صرنا عقلة، ما في غير عقلة، كل شيء من يشتغلوا الهيئة، وهذا مش صحيح. يعني كل الدولة مسؤولة عن قضية تطوير الحياة السياسية. هلا شو صار لحد الآن؟ السؤال الأصعب. بحكي مثال ببساطة، هلا حكى أحد رؤساء، عدته كذا مرة بس لازم أعيده، رؤساء الجامعات الأردنية، قال القوانين ممتازة بالفعل، جيدة، قائمة نسبية ومرأة وشاب وكله تمام، والدولة عملت قوانين، هاي الهاردوير، لكن شو بيظل؟ سوفتوير. وهذا هو الأصعب، سوفت وير بده مدة. للأسف السوفت وير بيتفاعل، يعني أنا بجيب أحسن لابتوب وأجمل موديل، بس شو الأبليكيشن اللي فيه؟ شو البرامج اللي فيه؟ هو اللي بيعطي قيمة اللابتوب. هذا السوفت وير ليس له علاقة في المجتمع، في الناس، العمل السياسي والعمل الحزبي له علاقة في الناس، في تطورهم، وهذا ما بيجي بيوم ليلة، مش بقرار ولا بقانون ولا بزر، كبسة زر إنه بغير تفكيرنا بعد عشرات السنين
من العقلية الموجودة. ونلاحظ احنا في الربيع العربي شو صار في العالم العربي، واضح جدا انه قضية الديمقراطية دي بدها مش فقط في كثير من الدول صار فيها قوانين نفس القوانين واستعملت قوانين جديدة، لكن أدت بعدين إلى بديش أقول كوارث، إلى بعض التحديات والمشاكل الكثيرة الدول، لأنه كمان المجتمع. مشان هيك دائما كنا نقول، وأنا رأي دائما وهلا حاليا بدأنا فيه، أنه يجب تطوير ثقافة مدنية، لأنه الأحزاب السياسية تاريخيا بنيت على على أساس ثقافة مدنية civic culture. مشان هيك نلاحظ أوروبا الشرقية ليش بدأت 89 وتطورت بسرعة الأحزاب السياسية والتعدد السياسي. الفرق الوحيد بيننا وبينهم أنه هناك بغض النظر، صحيح كان في نظام حزب واحد، عندهم ثقافة مدنية، عندهم civic culture، عندهم وهم قريبين من أوروبا، يعني هم جزء من أوروبا، فهذا ساعد على بناء الأحزاب. صحيح مش مرة واحدة، 10 سنين 15 سنة 20 سنة تطوروا في الأحزاب في قضية الحياة السياسية. فهذا هو السوفت وير اللي بنحاول نبنيه. مشان هيك صار في مساقات في التربية بالتعاون مع التربية في المدارس، صف 9 10 يبدأ فيه في مفاهيم الديمقراطية، مفاهيم الحوار، مفاهيم احترام الرأي الآخر، مفاهيم إلغاء العصبوية بغض النظر شو نوعها، احترام التنوع داخل المجتمع، امرأة، دين، غير ذلك كله. وهذا لازم يتعلم الطلاب من الصف الأول أساسا. وأيضا في الجامعة، في الجامعات، في كان وضع حاليا في لجنة شكلت ولازم تنتهي، احنا مشاركين فيها في هذه اللجنة لوضع منهاج له مساق له علاقة في التربية المدنية والوطنية. التربية المدنية تعني كمان الديمقراطية، مفاهيم الديمقراطية، مفاهيم احترام حقوق الإنسان، مفاهيم الحريات، كل هذه القضايا بغض النظر قديش يعني نوعها، بالإضافة لشرح قانون الأحزاب، قانون الانتخاب، وفي ووضع نظام لتنشيط تنظيم الأنشطة الحزبية في الجامعات الطلاب من أجل أن يكون لهم دور، لأنه كان زمان يعني ما كان بالسهولة. فحاليا لسه، وكمان حتى الطلاب صارت انتخابات تحت طلبة، شفنا كثير من القضايا اللي بدها يعني بدها نقاش، مش عارف يعني يمكن. فعمليا حاليا نفس الشيء، الأحزاب ما ممكن تصير مرة واحدة وبيوم واحد وبعد سنة بالشكل اللي احنا نتوقعه، مش راح تصير. شو ما عملنا بدها تنضج في تجربتها الداخلية، في أخطائها، في يعني. وأنا بعتقد الخطوة الأولى والتجربة راح تكون الانتخابات، بعد الانتخابات راح يصير شيء ثاني. وهذا مشروع مش تجربة، أنا في رأيي هذا مشروع الدولة الأردنية، رؤية الدولة ورؤية رجالات الملك، يجب أن نستمر فيه بغض النظر شو الصعوبات، بغض النظر شو الأخطاء اللي منه. هذا رأيي الشخصي ورأي الدولة كمان، بغض النظر عن الأخطاء. ومين قال إنه مش كلنا متفقين على المشروع، على هذا المشروع؟ في ناس ضد، في مصالح، ما هي في النهاية الناس بتحرك مصالح، مش مثاليات، مش قناعات، مش إحنا بنحكي عن مصالح. العمل السياسي مصالح في النهاية، اللي من بكون موجود ومين ما بكون موجود. تمام، أشكرك معاليك. المحور الثاني معاليك، الهيئة المستقلة وضمان نزاهة العملية الانتخابية والانتخابات. وسؤالي على أكثر من محور. المحور الأول هو أنه الهيئة المستقلة للانتخابات هي الجهة الضامنة لنزاهة العملية الانتخابية والتصدي للانتهاكات أينما حدثت. وقد استبدلت معاليك قبل فترة مؤخرا مصطلح المال السياسي بالرشوة الانتخابية والحزبية. أنا أتفضل، آسف. طبعا لا يخفى على أحد أنه الحديث الشارع اليوم هو الرشوة الانتخابية والحزبية. ماذا يمكن أن يقال عن جدية الدولة في محاربة هذه الظاهرة؟ هل هناك انتهاكات قيد التحقيق؟ وهل سنسمع نتائج هذه التحقيق؟ وسؤالي الأخير، ما تعليقك معاليك على مقولة أن الدولة معنية بخروج مجلس نيابي سياسي تشريعي بامتياز، وأنها تفضل الآن النائب المسيس ولو كان معارضا على النائب أو ما يوصل على تسميته نائب البزنس التي تشوبه شبهات وعلامات استفهام رشوة انتخابية؟ شكرا، تفضل معاليك. يعني سؤال طويل عريض، والله ما نعرف للصبح بدي فيه، مش انه سؤال هذا موضوع بحث علمي بتاخذ فيه شهاده ماجستير وممكن توصل للدكتوراه فيه كمان في الهوس. على كل حال يعني حتى بتنسى الواحد وين بدينا. مشان اول شيء في قضيه النزاهه، شوف انا بديش احكي ولا احلف ولا شيء، انا بعتقد الهيئه عليها ان تطبق القانون فقط، تطبيق القانون في قضايا
في كل القضايا. وإحنا لحد الآن في من بداية السجل الانتخابي لحد الآن طبقنا القانون والترشح، مشان هيك يمكن ما كان في ملاحظات، بديش أقول نهائيا مهمة أو تقريبا نهائيا على الإجراءات اللي تمت سواء في الدائرة المحلية أو في الدائرة العامة. سجل هلا إجراءات النزاهة يعني موجودة في القانون والتعليمات. سابقا سجل الناخبين زمان كانوا يقولوا في سجل مكرر، هلا ما في، كل الناس معروض في الفاهم، بتقدر تأخذه بي دي اف وبتقدر تأخذه اكسل، لأنه كان زمان بي دي اف بس اكسل مشان تدخل وتعمل بدك إياه في أي برنامج. فيه قضية ثانية، وهذا سجل معروف، سجل أولي بتقدر تعترض وبعدين في سجل نهائي. قضية ثانية لما تنتخب إجراءات الانتخابات اللي بتصير بدك تجيب بطاقة انتخابية وبدك تعلم آخر شيء في الحبر ما تمسحه، وهذا يعني ما تمسحه عن ما بنمسح عن أصبعك مشان نتأكد إنه ما في تكرار. أنا هذه الإجراءات كلها الشكلية، بعدين صندوق الفرز، ناس هذيك اليوم بقول لك مش عارف مين كتب إنه صندوق بنتقل بتغير في النقل، هلا الفرز في غرفة يعني قدامك زي ما أنا قاعد، صندوق الاقتراع خلص، في مندوبين زي ما أنتوا قاعدين، مندوبين ومراقبين إذا في موجود في مراقبين، بيجي رئيس اللجنة بدلق، بيفتح الصندوق وبدلقه زي المقلوبة يعني، بيطلع الأوراق، شوف الأوراق كلهم بدلقه وبيعدوا الأوراق، فالنهاية قدامك، ما بيقدر يجيب ورقة من الخارج ولا بده يجيب ورقة من الداخل، بيعده وبيبدأ يفرز، وفي لوح وراء أمام الناس، وفي في النهاية رقم، في رقم بيطلع في محضر ورقي وفي محضر إلكتروني. والمحضر الإلكتروني لأول مرة كمان في منصة إلكترونية، راح يقدر أي مواطن يدخل على هالمنصة نتائج الانتخابات ويعرف نتائج مش على مستوى الدائرة الانتخابية، على مستوى مركز الاقتراع وعلى مستوى الصندوق في المدرسة، بحيث أنه سواء الدائرة المحلية أو الدائرة العامة يعني هذا المنصة موجودة إلكترونية، بيدخل بدي دائرة عمان الثانية، مشان أقول لكم الثانية هي الثالثة جزء منها لأنها كانت مخربطة مشان مش عارفة وين صارت ليش انتقلت فبيجي بيقول الدائرة الثانية مدرسة ضرار ابن الأزو، فبيجي مركز اقتراع بيشوف قديش جاء فيه القائمة وإيش، بدخل بيكبس على المدرسة بيعطيه المدارس كلها. المهم هذا النظام بورجيك شو الاقتراع، فصعب إنك يعني ليش أنا أقول إنه إحنا ما في يعني، لكن إحنا منطبق القانون، في إجراءات لن تسمح حتى لو بدنا نعمل إشي لن تسمح، حتى لو بدي أعمل إشي لا سمح الله لن تسمح بذلك، كل الإجراءات من يوم الاقتراع والفرد فيني. بس المهم إنه هلا للأسف ذكروا قصة الهوية لما كووها في 2003، الناس بتلاقي هلا بتلاقي بنقول بدناش الهوية، الكبسة كانت تيجي تنكبس، فراحوا واحد اكتشف إنه إذا في إشي ساخن عليها بتروح الكبسة بيقدر، فصار هلا قاروا آخر إشي الحبر، والحبر صعب يعني هذا يتنظف، إذا واحد اثنين ثلاث نظفوا صعب لأنه في كمان بسجل. فالقضية إنه إحنا بالفعل إحنا بقول لك مثلا بصير، أنا في رأيي عدم سرية الاقتراع بالتصويت ما يسمى بالتصويت الأمي في بعض المناطق، إنه أنا بصوت بشكل علني عندنا نسبة الأمية، هذه القضية بنحاول نحدها، لكن مرات في مناطق ضغوطات اللجنة بتخاف، خلينا نحكي بصراحة تسكت، لكن احنا بنحاول بالفعل انه نمنع حتى الأمي. اجت ورقة الاقتراع زمان كنت تكتب، بدك تكتب ورقة الاقتراع واضحة، بتشوف الصورة بتشوف الرمز بتعلم، ما بدك تكون يا ما بدون ما تعرف تقرأ وتكتب، علما ان الأردن نسبة الأمية من يعني متدنية يعني جدا جدا، ويمكن انتوا ادرى مني في هذه القضية. هذه كلها الإجراءات اللي أنا بعتقد تضمن نزاهة الانتخاب. هلأ شو بصير خارج الهيئة، شو بصير شغل برا بالقوائم، تكتيكات سياسية ما اللي دخل فيها، أو الهيئة ما إلها دخل فيها، هذا بصير زي أي محل في يعني أي صراع بين الناس سياسي بصير. أما أنا إلي داخل الهيئة صندوق الاقتراع ومن ثم الـ هل تم تقديم شكاوي بخصوص القوائم معالي؟ ثلاث طعونات قدمت، ثلاث طعونات ورفضت المحكمة، انتهت بالأمس المحاكم، طعن في قرار الهيئة أحد الإخوان في قرار الهيئة، طعن واحد إنه هو كان مرشح في إحدى القوائم ولم يقدم استقالته، ولم يقدم بحجة إنه كان خدمة هذا شراء خدمات، وشراء الخدمات بأخذ راتب، كان لازم ينفك عن شراء الخدمات لأنه بأخذ راتب من الحكومة، واثنين طعن في الحزب نفسه في الأحزابهم، قضيتين في ترتيب القائمة. طبيعي المحكمة هذه مش قضيتنا، قضية
الحزب ما لنا دخل فيها، كيف ترتبوا القائمة، مين الواسطة، مين الواسطة، مين مش عارف شو، هذه قضية الحزب لازم والحزب نفسه لازم يحاكم أو يناقش حاله، حتى الهيئة ما لها علاقة فيه، لأنه في قضية ترتيب القائمة بعض الإخوان السياسيين قالوا لازم الهيئة تفرض انتخاب قائم. ممكن الهيئة ما بتقدر، القانون بيفرض، القانون ما بيقول هيك، نظام الداخلي للحزب هو اللي بنظم عمل هذه القضية داخل الحزب عليهم. طبيعي المرة هاي، بس المرة الجاي خذوا مني ما راح تكون هيك، المرة الجاي راح يتعلموا نتيجة المشاكل إنه لازم يكون في آلية لاختيار قائمة الحزب. كل الأحزاب بدون استثناء القديم والجديد كان عندها مشاكل، كل الأحزاب بديش أحكي الأسر، وصار خلافات ووصلوا للتوافقات، يمكن مشان هيك بتشوفه كل الأحزاب، حتى الأحزاب العريقة اللي بتطلع كانت في البرلمان سابقا كان عندها نفس المشكلة في قضية ترتيب القوائم، لأنه طموح الحزب طموحات كمان، من الفرصة أنه بعرف أنا بطلع يمكن 8 5 10 اللي أول 5 ممكن يطلعوا إذا أنا حزب قوي أكيد بدي أكون بميناتهم. هذه القضية يجب أن ننظمها أيضا بشكل ديمقراطي، انتخابات أو آلية لجنة تختار على أسس معينة، هذه الأحزاب يجب أن تنظمها لما تنضج من أجل المحافظة على وجودها كأحزاب، على وجود أعضائها كأحزاب، على وجود نشطاء فيها كأحزاب والطامحين. عادة النشطاء بيكونوا الطامحين في العمل السياسي، الطامحين يصيروا جزء من العملية السياسية. فهذه بالنسبة لقضية النزاهة أنا في رأيي هذا اللي بقدر أقوله، سوف نطبق القانون، لا بحلف على اليمين ولا بنقول لكم أنا مش عارف شو، أنا بطبق القانون فقط لا غير، وإن شاء الله راح نطبقه زي ما قلت لك، لأن القانون بيجبرني كمان طبعا. وما في كان يعني مشان هيك الطعون اللي إجت 3 طعون فقط في كل 174 قائمة محلية، والقائمة الوطنية اللي قائمة حزبية 25 قائمة، 36 حزب من 38 شاركوا كمجموع، حزبين فقط لم يشاركوا لأنه في مجموعة من الأحزاب 16 تحالفوا في تحالفات مختلفة، فعندي 36 من 38 قائمة. بدي أذكركم في قضية قبل في لحد العام 2020-2016 معظم عندنا 56 حزب، أغلبية الصاعقة كانت تأخذ دعم من الدولة وما كانت تشارك في الانتخابات، وهذا كان خطأ. فهلا التمويل المالي في تمويل مالي لكن مرتبط في نتائج الانتخابات، مش أي واحد بأخذ، وهذا هو المعمول في كل العالم. المعاقب عن النائب المسيس مقابل النائب المسيس، هذه قضية أنا في رأيي أنا بعتقد النائب المسيس لن يصبح نائب مسيس إلا لما تصبح الأحزاب قوية مسيسة، مش راح يصير هيك. هلا في مقدرش أمنع في العالم كله، مشان وصلت المال السياسي والرشوة، المال السياسي حق يعني للحزب إنه يستعمل المال السياسي في العالم كله، في مال سياسي مشان هيك، وهذا بيجي ناتج بشكل مشروع بس تبرعات اشتراكات، هذا المال السياسي. مشان هيك أنا قلت أو المال الأسود، أنا كمان ضد المال الأسود. ليش الأسود؟ مو الأسود هاي كمان نظرة عنصرية، أي إشي بنقوله مال أسود، من ليش مال أبيض، مال بعدين يعني بوصل للمال للأسمر اللي زيه ولا أسمر، أنا مش أسود يعني، إنه هاي إنه مال أسود هذا يعني أنا في رأيي تعبير عنصري بدأ من زمان في العالم إنه الأسود غير، ولا مشان هيك لا أحبذ استعماله. هناك رشوة انتخابية، هذه ببرطل الناخب مشان يصوت، هذه قضية يجب محاربتها. هلا محاربتها تأتي في توسع دور الأحزاب والقوائم الوطنية، لأنه اللي قائمة صعب أنك ترشي عدد ناخبين 2,500,000 بصير صعب أنك ترشي 2,000,000 إذا شاء أو 1,500,000 صعب أنك ترشيهم. هلا في دائرة صغيرة برشي بدفع، بس قديش بدك تدفع مشان ترشي الناس؟ فهذه القضية سوف تنتهي في رأيي وتقل فقط في هلا بالإضافة لثقافة المجتمع وثقافة الناس، إنه يعني هذه القضية ما بتساعد، وأنت بتنتقد البرلمان بعدين، وأنا في رأيي الناس بيقولوا كثير والله الحاجة، لا في الأردنيين يا أخوان كانوا في الستينات والسبعينات كانوا أكثر فقرا، كلكم شباب يعني مش شاب جيل، اللي كان عنده تلفزيون في البيت أو ثلاجة، السيارات أنا كنت أنا صغير في المدرسة نعرف هاي سيارة مين، في أنا سكنت مدينة إربد أكثر، سكنت في عدة مدن لأن الوالد كان متنقل، بس لما وعيت كنت في إربد، فكنت أعرف هذه السيارات لمين في مدينة زي إربد مش مدينة صغيرة، لأنه ما كان عند الناس سيارات، فما كانت الناس أكثر غناء، هلا يعني كانت أكثر فقرا صحيح، ويعني ولكن كانت الفقر بمعنى يعني كانت متوسطة عايشة منيح لكن ما عندها اللكجري اللي كان موجود حاليا. فشراء الأصوات ليس له علاقة، هو اللي بيكون معاه تلفون آيفون زي تلفوني حق من
يعني مشان ما أقول إن حالي إني أنا متواضع، تلفون آيفون وغالي بروح بطلب 30 ليرة مشكلة يعني، هو اللي بطلب، مش فقير، مش فقير اللي بيقدر يشتري تلفون آيفون أو أي تلفون ثاني بغض النظر. المهم فهذه الرشوة لن تنتهي. هلا الناخب السياسي لن يأتي إلا بوجود أحزاب سياسية، لن يأتي. المرة الجاية راح يكون في أحسن، بس مش 100%، راح يكون أفضل الوضع، راح تكون متطورنا عن السابق في قضية ما يعني أن النائب السياسي. والمجتمع في النهاية بقرر، ما هو إحنا المنتخب يعني، أنا بقرر في مين. هلا في 89 و93 كان في نواب يعني بديش أقول سياسيين، مشاركين في العمل العام أكثر إشي. أنا بعتقد إنه اللي حضر أو اللي لحق 89، طبيعي 89 بعد انفكاك فترة طويلة، فالناس كانت متشوقة، كانوا ينتخبوا السياسي. لكن و93 كان من أفضل، أنا رأيي مجالس النواب الموجودة كان 93 من أفضل مجالس النواب الذي قدم نخب سياسية للأردن، أفضل مجلس في رأيي، أكثر من 89 بغض النظر اختلفنا. نعم، من نقدر ترجعوا للأسماء مين كان في 93 شو اللي صار فيها، لكن تراجع في العالم كله، تراجع حتى الأحزاب السياسية. بديش أدخل السعف في اللي بيجري في أوروبا وفي يجري في الله. فعمليا إن شاء الله بدون أحزاب سياسية، وهذه الأحزاب لن تنضج في يوم وليلة، الأحزاب راح تعمل لحالها عملية تصليح ديناميكية داخلية داخل الحزب، راح يعمل عملية تصليح ذاتي له لمصلحته في المستقبل وبعد الانتخابات، بالرغم من كل المظاهر اللي ممكن نشوفها سلبية أو إيجابية عند الأحزاب. المحور الثالث، وصلنا لموضوع الأحزاب وأداء الأحزاب وشكل المشهد الانتخابي، والسؤال على شقين. السؤال الأول، هل من المنصف إلقاء اللوم على الأحزاب السياسية وحدها عن مسؤولية المشهد أو الخطاب المتردد والمشهد الضبابي؟ وماذا عن الأداء البرلماني للبرلمانات السابقة، وماذا عن دور الحكومة في ذلك؟ هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني متعلق بالنتائج المتوقعة للانتخابات، هل لدى الدولة أي هاجس من حصول أي حزب على مقاعد أكثر من نصيبه المتعارف عليه؟ وهل من المتوقع أن يكون لتداعيات حرب غزة، هل ستلقي تداعيات حرب غزة ظلالها على المشهد وشكل النتائج؟ وبصراحة معليك المقصود هنا، هل هناك توجس من اكتساح لجبهة العمل الإسلامي في الانتخابات؟ أولا بالنسبة لقضية الأحزاب، أنا يعني احنا مناش نظلم الاحزاب، لان الاحزاب منا وفينا. احنا بعد غياب الحمل الحزبي الحقيقي لهي المده مش بيوم وليله راح يكون في، يعني ممكن قضيه هاي التجربه اللي اشتغل في العمل الحزبي سابقا كمان ما تعلم هيك بيوم وليله، بدا وتطور في سنين، حتى في العمل ما يسمى في الفتره في العمل الحزبي السري. انا واحد من الناس تعلم السياسه والعمل الحزبي وانا طالب في العمل الحزبي، بس تعلمت كثير كان ايام يعني بقدر اقول. فهذا ما أجاني بيوم وليلة، كمان إجا مع الوقت. في غياب الحياة الحزبية لمدة طويلة الحقيقية أكيد مش راح، أنا بديش أظلم الأحزاب، لكن علي أن تتعلم شكل بسكر أسرع. في بعض الإخوان بيقول لك ما في بشوف حزبيين، هو أنت كيف بدك تشوف حزبيين مكانه؟ هلا الحزبيين بصيروا حزبيين، فيش حزبي بولد حزبي يعني دمه بس أفحص دمه نوعه أو حزبي، ما في. إحنا الحزبيين القديمين، خلني أحكي عن حالي، نعتقد انه احنا فقط لازم نكون حزبيين، احنا اللي هذا مش صحيح. احنا جينا في فتره، كان في فتره حزبيين في احزاب تختلف، وحاليا وانا يعني وراحت في شيء جديد بصير زي العالم، زي ما كناش احنا عندنا تلفون الا التلفون العادي، صار عندي تلفون خلوي، والخلوي بدا من يسموه ايش، ابو لمبة اللي كان يسموه لوكس ولا ايش، لوكس لا انت ايفون ولا سامسونج تشوف فيه كل شيء. ما كنت أول تلفون استعملته ما كنتش تودي مسج ولا رسائل، بس تحكي. شوف هسا وين وصلنا، بتقدر تشوف إشي ما كانش في جوجل، إشي اسمه جوجل تدور عليه وتعرف على الفون، على الآيفون إنسى الكمبيوتر أو الهاي، هلا في كل إشي صور وها. فكل إشي بتطور في الحياة، علينا أن نؤمن في ذلك. وحتى الأحزاب القديمة مع الاحترام لها، أنا تربيت في الأحزاب واستفدت منها، لكن أنا أعتبر من شباب جيل شباب هذه الأحزاب، تخيلوا يعني أنا مش كبير كثير، تفكروني يعني كبير كثير في السن، بس يعني من جيل شباب الأحزاب. وهذا
راح. هلا في جيل جديد، في عدد، احنا بنحكي 45% من الناخبين اقل من 35 سنة في الحالية. هذول لهم ولا اي تجربة في العمل الحزبي. طب كيف بدهم فترة؟ انا هذول الاقل من 35 وبعدين الاكثر. فاذا نحن بحاجة الى وقت، ومش وقت، الوقت بصير في يعني مش انه بدنا اقعد واقري نظري ادرس كيف الحزب وتأسيس الحزب، لا، بالممارسة العملية. زي اللي بدي يسبح، بحكي يمكن زهقون الناس، اللي بدي يسبح ما بتعلم السباحة هو قاعد على البساط او على السجادة بيسبح، بدي ينزل المي. شو ما قرأ كتب كيف تحرك ايديك واجريك وكيف تنفس، بدك تنزل في المي تتعلم السباحة في المي. والأحزاب نفس الشيء بتتعلم، مش نظر، نظري مهم ان يكون عندها وتتهي تدرب حالها وتحدث حالها. لانه كمان عندنا مشكلة انه البعض بيشك انه خاتم العلم، لا، ما في شيء خاتم العلم، بده يتدرب ويمشي. والأحزاب والانتخابات، العمل الحزب دوره الأساسي المشاركة في الانتخابات لطرح برنامجه، هيك الديمقراطية، طرح برنامج على أساسه بده يوصل البرلمان يحقق برنامجه أو يكون في الحكومة مشان يحقق برنامجه. هاي الدور الأساسي. إذا ما شارك في الانتخابات بصير يا إما جمعية خيرية أو جمعية وعظ وإرشاد أو نادي ثقافي، فيه هذا إشي ثاني. الحزب مهمته أن يكون يملك برنامج يقنع المواطن فيه من أجل أن يكون موجود في مركز صنع القرار، هذا مهمة الحزب. بدون هيك بصير إشي عبثي عدمي في هذا القضية. فلهذا يعني أنا بديش أظلم الأحزاب، بس عليها الأحزاب، ويمكن بدي أكون اليوم شوي متحفظ لأنه بعض الإخوان الصحفيين حكيت قبل فترة أنه لحد الآن لم نرى برنامج سياسي للأحزاب. في قال لي أنت لازم، أنت رئيس هيئة مستقلة، بدك تكون، بدك تنجح العملية. نعم، أنا أريد أن تنجح هذه هذا المشروع، وهذا المشروع لن ينجح إلا إذا شعر المواطنين أن هناك فرق في الحملات الانتخابية وفي البرلمان القادم. وهذا الفرق يأتي عن طرح نقاط أساسية. أنا مش طالب برامج كبيرة، وبدأت بعض الأحزاب قدمت برامج الفترة الأخيرة، ومش مطلوب نقاط برنامج. إحنا نفكر برنامج دوسية هيك تحكي فيها بالضبط 10 وأقل، مهمش يعني. بغض النظر، نقاط أساسية يصير عليها، هي قضايا أساسية يعني. وإحنا بنلاحظ في الانتخابات في أوروبا في أمريكا مرات شعار واحد لحاله. أوباما لما نجح بشعار واحد في الانتخابات الفرنسية الأخيرة، أنا بحكيها المثال، يمكن كان في 5 نقاط أو 6 صار عليهم الديبيت، وصارت الانتخابات بين اليمين الجبهة الوطنية والوسط اللي هو مجموعة حزب الجمهوريين وماكرون، واليسار الأحزاب اليسارية كلها والشيوعي والاشتراكي. 5 نقاط مثلا، واحدة زيادة سن التقاعد كانت نقاط، نقطة مهمة. الهجرة طبيعي نقطة مهمة عندهم، وبعض القضايا موجودة، وأنا يعني وأنا بطلب من الأحزاب أن تشوفها هاي. فعمليا هذا المطلوب بالمستقبل في الأحزاب، يحطوا رأيهم. أنا ما بدي أظلم الأحزاب، وبديش أكون محايد، إنه لأنه هذا يعني يطلب مني مرات إنه ما بصير تحكي أنت لأنك رئيس هيئة بدك، بس أنا زي ما قلت مش مو بصير، يا مش صم بكم الهيئة، وبشوفش أنا شايف موجود. وأنا ما هنا الفرق بالحياد كما قلت إني أقيم هذا حزب أحسن أو من هذا الحزب. برنامج مش مهمتي، هاي مهمة الناخب. أنا بقول يجب أن نقدم برامج. بعض الأحزاب بدأت من أجل أن نحدث الفرق وشوف المواطن إنه في إشي جديد صار. أنا بدي أنتخب القائمة على أساس سياسي، بدي أروح توجه هذا أو التوجه هذا أو التوجه هذا. لسه هاي كمان قضية اللون السياسي ما طلع، هذا بده وقت. وين أنا في قضية ضريبة الدخل؟ هل أنت مع ضريبة الدخل التصاعدية أم مع ضريبة الدخل ثابتة؟ هل أنت من زيادة ضريبة الدخل التصاعدية بحيث اللي من يملك أكثر بدفع أكثر مشان يكون مجتمع تضامني، أو لا؟ بقول لك أنا كعدالة 15% مثلا بعض الدول ضريبة على الكل، هل هذا وعد؟ هاي بدي أعرف موقفك فيها مشان أعرف كيف بدي أنتخب. هذه القضية بدها وقت. بدأت بعض الأحزاب وطارحة، وأنا بتوقع الأسبوعين هذول راح يطرحوا هذه البرامج. لكن مهم جدا مرة ثانية أقول إنه هذا مهم جدا. من أجل إنجاح هذا المشروع يجب أن يكون هناك برامج للأحزاب تطرحها لكي يستطيع المواطن أن يقرر كيف ينتخب. ومش من أول مرة راح ننجح، لكن مهم بدأنا الخطوة الأولى. الخطوة الأولى ضرورية، إني أحط إجري في المي، بدون ما أنزل في المي ما راح أتعلم السباحة. فبدك تنزل المي، حاول مي دافية ما تكونش باردة، وفي منقذ عندك. بس
معاليك وصلنا للمحور الأخير، وبما أنك ذكرت مسألة إنجاح المشروع، بما أنه إحنا نتكلم عن إنجاح المشروع لابد أن يكون لهذا المشروع تقييم في نهايته. وفي ظل الحديث على أنه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أنهت عملها، هل سيتم تقييم المشروع بعد الانتخابات؟ ومن هي الجهة التي سيناط بها هذه العملية باعتقادك؟ هلا هذه أكيد لازم يصير في تقييم. بالنسبة لك هي مستقلة، إحنا بعد الانتخابات سوف نجري من كل اللي شاركوا، وأنا بدي أبدأ بالموظفين عندنا يقدموا، يعني نعملهم اجتماعات أو خلوة شو يسموها، يقدموا وجهة نظرهم حول كل القضايا مشان نشوف السلبيات والأخطاء اللي صارت، من جماعة العمليات لجماعة الاي تي كفنيا لجماعة الإعلام لكل الناس حول هذه القضايا. ويجب أن يكون هناك تقييم من جهة ما في الدولة الأردنية أن تقيم كيف بدنا نتقدم للأمام، مش نقيم مشان نشوف بدنا نكمل ولا كيف، بدنا نتجاوز السلبيات بحيث ونبني على الإيجابيات ونتقدم للأمام في مشروع التحديث السياسي، لأنه هذا لابد من مشروع التحديث السياسي هو مستقبل الأردن، في مشاركة المواطنين في قضاياهم عن طريق اختيار ممثليهم في البرلمان، ومن ثم اختيار هم بيقرروا. يعني احنا عندنا مشكلة، ليش بيجي رئيس الوزراء مين ليش بيجيب موسى المعايطة ما بيجيب شرف ابو رمان مثلا وزير، لاني احسن من شرف بقدرش احكي هسه لاني انا مديره يعني رئيسه ما بقدرش، ليش بيجيب فلان عن فلان؟ طبيعي هذا العملية بتنتهي لما انت انتخبه، ليش عمل هيك ما عمل هيك؟ اذا انتخبت الاغلبية الحزبية انت بتحمل مسؤولية ليش جاب فلان وليش ما جاب فلان وليش جاب فلان. يعني وقضية التمثيل، حل مشكلة التمثيل، احنا لما تشكلت لجنة التحديث السياسي 90 واحد، يعني عدد لا مش اكثر، مش ممكن تكون كثير ناس زعلوا انه ليش انا مش موجود. طب ما هو في النهايه يجب ان يكون هناك تمثيل معين في العالم كله، الاحزاب السياسيه حتى لما تتعدل القانون هي تجتمع، والاحزاب المسيطره في البرلمان هي اللي بتقرر، مش كل الاحزاب، الاغلبيه في البرلمان هي بتقرر شكل القانون. واحنا مثلا مثال في بريطانيا قانون الانتخاب قائم على الصوت الواحد، اللي بيفوز اعلى الاصوات دوائر صغيره بيفوز، من بعرف قديش 100 سنه يمكن او اكثر، قبل مش الدورة هاي قبل دورتين صار اضطروا حزب المحافظين انه يتحالف مع ما عندوش اغلبية في داخل البرلمان مع حزب الاحرار او الديمقراطيين الاحرار، فكان احدى شروط الموافقة انه نغير قانون الانتخاب ونعمل قائمة نسبية. طبيعي في قانون الصوت الواحد انت بتقدر 25 او 30% تشكل حكومة تكون اغلبية، وهذا اللي بيجري حاليا. اذا بتطلع على بريطانيا قديش عدد نسبة الأصوات اللي حصل عليها مثلا حزب العمال أو هذا، بتلاقي حوالي 30% أظن 35% بشكل، قائمة نسوية بدك تجيب 50%. فاتفقوا إنه عنه أن يكون هناك تعديل للقانون قائمة نسبية، وأوكي عندهم الطريقة بدنا نطرح استفتاء على الناس قبل ما نجيبه على البرلمان، طرحوا الاستفتاء على الناس في بريطانيا، الحزب العمال والمحافظين اشتغلوا ضده، صوتوا ضده بحيث بقي على القانون لمصالحهم. أنا القوتين الرئيسية أجيب شركة معاي ليش؟ زي اللي عنده سوبر ماركت منيح يجي جنبي يفتح سوبر ماركت، فكان لصالحهم هذه القضية، فبقي القانون نفسه. هذا الحكي أيام مين كان، أيام حكومة اللي كان صار وزير خارجية في حكومة المحافظين آخر شيء كاميرون، كان هو رئيس الوزراء وصارت هذه لما كان ما عندوش ماجوريتي في البرلمان وشكل هاي. فعمليا هيك المصالح السياسية هي هاي اللي بتأثر. إحنا بدنا نستمر هلأ برغم كل إشي بنشوفه، أنا أعتقد إحنا بدأنا وحطينا إجرنا في المي وأكثر من اللي إجرنا في المي، وبدينا شوي شوي نسبح، بدنا نكمل ونتعلم سباحة لحي نصل إنه بالفعل إنه لهذه القضية. ورغم أنا دائما الناس أنا بتطلع على هاي كاسة بعده مليان ثلثين فيه، ما بتطلعش والله إنه فاضي، كاسة مليان، خلينا نطلع على الثلثين كاسي المليان، رغم اني انا بقول في شيء فيهن غلط بدنا نصلحه، مش ممكن انه ما نحكي ولازم نحكي. حتى احنا انا كرئيس هيئه انا يمكن اكثر واحد لاني بتابع موجود عن الاحزاب عن هاي، مش معقول ما احكي رايي واقول انا والله مش شايف شيء، اسف بديش احكي، لكن اكون محايد صحيح سواء بالانتخابات او بالتفرقه بين الاحزاب السياسية. أشكرك معاليك، يعطيك العافية. يعني أنا أتمنى أن المحاور تكون غطت ما يجول بذهن الناس، بس طبعا الأسئلة المفصلة لا تغني، فرح نفتح باب الأسئلة.
نتمنى أن ناخد كل ثلاث أسئلة مع بعض، وبكل مودة واحترام أتمنى من الجميع الاختصار قدر الإمكان بالسؤال حتى نعطي مجال لأكبر قدر ممكن من الناس أنهم يسألوا. فمعليك نبدأ بعد إذنك الأسئلة. تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيك. كفى ووفى يعني شرح. الله يمسيكم بالخير. أنا محمد رحاحلي يا ستي. الله يعطيكم العافية وشكرا لشومان على هذه الأمسية الطيبة، وشكرا لمعالي على الشرح، يعني شرح كافي كفى ووفى فيه، يعني شرح تفصيلي بالأحزاب وبالانتخاب ودور الهيئة، ومشكورين على صدقا. يعني أنا مرات بكون على تواصل مع الهيئة، بتصل معهم فيعني ردهم سريع وخدمتهم سريعة، يعني في تفاعل في تواصل، فهذا مش يعني مجاملة حقيقة. فأنا بس سؤال بسيط، يعني قديش بتوقع معالي راح تكون نسبة الاقتراع؟ بس هذا السؤال في المجلس هذا. شكرا. سؤال بسيط بس يا سيدي. شكرا شكرا. ناخذ كمان سؤال. ما في أسئلة؟ ناس مقتنعين. في هنا تفضل. آسف ما شفناك. يعطيكم العافية. أنا سليمان وردات، مشارك بحزب. طبعا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول معاليك، ليش مجمدة الاستقالات من الأحزاب حاليا؟ والسؤال الثاني، كيف اليوم الهيئة بتشوف ردة فعل الشارع الأردني تجاه المشاركة السياسية؟ وأكيد المحور الأساسي إلها الانتخابات، في ظل أنه المواطن هو الشريك الحقيقي والأول لإنجاح هاي المرحلة. شكرا. شكرا. كمان سؤال تفضل. أسعد خليفة، مساء الخير. معاليك يعني دبرنا حالنا لك مدخل، ما خليت شيء ما شاء الله إلا قدمته. طبعا احنا المشكلة مثل ما تفضلت انه ما زال في نقص في الوعي السياسي او الوعي بالثقافة الوطنية. مش عم نوصل لمرحلة انه الواحد يصير عنده رأي راشد بحيث انه يعرف شو يتصرف. الشيء الثاني الملاحظ انه احنا قلنا تحديث، في مرحلة التحديث السياسي، يعني يسبقها الإصلاح والتغيير، وللأسف لحد الآن يعني ما حدا واقف عند إيش هو الإصلاح. لما نقول الإصلاح لمقبول لا نرفضه، والتغيير لمرفوض لا نقبله، والتحديث لمنظور لا نجهله. فعم نطلع لحد الآن داخل الأحزاب ما حدا اشتغل على فكرة التحديث. التحديث صار فقط عندكم عند الجهة المقابلة، انه انتو حطيتوا قوانين وتعليمات انه ايش بدنا منكم، لكن امتى؟ في فترة الانتخابات. الفترة السابقة داخل الاحزاب هذا الشيء ما تلاحظ، وما زال لحد الان الاشياء اللي كنا بالاول احنا بننتقدها، انه ما زال في استحواذ على الرأي داخل الحزب، ما زال في استحواذ على قيادة الحزب، حتى القوائم الداخلية بالأحزاب يعني للأسف مش كلها بتمارس ما هو مطلوب لوضع الأسماء، مين أول ومين بعد ومين كذا. وفي الملاحظة الثانية هي أمنية إن شاء الله، يعني مش سؤال، انه يا ريت نبطل نحكي انه مثل ما الديمقراطية بفرنسا والديمقراطية بامريكا، ونعم نبعد شبابنا وينك، والله عم ندرس ديمقراطية بامريكا، شفناها الديمقراطية، شفناها شو عم تعمل فينا. يا ريت انه يكون عندنا ديمقراطيتنا الخاصة، لانه احنا برضو لا ينقصنا الوعي ولا ينقصنا اسلوب انه كيف احنا عن جد نفرز قياداتنا، ومين منا ممكن يقعد بمجلس الأمة، ومين ممكن نسمع، ومين ممكن يفيدنا. ويا ريتك نبطل نحكي انه والله مثل كذا وكذا. شكرا. اول شيء بالنسبة لنسبة الاقتراع، يعني انا ما بقررها، انا مهمتي ادير الانتخابات وتكون صحيحة والناس يعني تقتنع فيها. نتمنى ان تكون النسبة عالية، لكن
معدل نسب الاقتراع المرة الفاتر بالكورونا كان 30%، نتمنى أن تكون أكثر من ذلك. هذا بيقرره المواطن، والدور الأساسي لجذب المواطن هو الأحزاب السياسية، هي لازم تجيب المواطنين الناخبين من أجل أن ينتخبوها، ينتخبوا برنامجها. في الدور في العالم كله إحنا بنقوم برامج توعية وشرح القانون، بينما في العالم كله الأحزاب السياسية اللي بتشرح بتقوم لأنه لها مصلحة. مشان هيك لما يكون في استقطاب بين الأحزاب بتزيد النسبة. في فرنسا الاجتماعات الانتخابات الأخيرة كانت نسبة مضطر أرد أحكي مشان دكتور أسعد مضطر إنه في فرنسا لأنه في كان انتخابات في النسبة في 22 لما صارت انتخابات البرلمانية كان نسبة 45%، في الانتخابات الأخيرة كانت 68%، زادت 20%، زادت 50% يعني عن نسبة الانتخابات السابقة، لأنه كان في استقطاب في قضايا مهمة طرحت الأحزاب. المواطن بده عليها أجوبة، بده ينتخب من يعتقد إنه راح يخدمه، مشان هيك زادت هذه النسبة. في قضايا أساسية بسيطة زي زيادة مدة التقاعد من سنتين أو ثلاثة مثلا، فهذه هي اللي بتزيد نسبة. الأحزاب السياسية مسؤوليتها تطرح قضايا تقنع المواطن فيها مشان تيجي على صندوق الانتخاب وتصوت لها، بساطة جدا. هاي نتمنى أن تكون نسبة عالية. ليش مجمد الحساب؟ أنا بقول لك ليش أخذ مجلس المفوضين هذا القرار، لأنه بعد ما طرح الترشح فترة الترشح قبلها بدأت تقدم استقالات أو تسجيل جديد، وللأسف اكتشفنا أنه بعض الاستقالات كانت يعني من القوائم مشان مدفوعة من من أحزاب ثانية مما يضر في عملية الانتخابية، فأخذنا قرار تجميد الاستقالة لحين ما بعد إجراء الانتخابات. تحريض. بعد الإجراء كان تحريض أو إشي ما بعرف، يعني في أسباب كثيرة تجميد هذه الاستقالات أو الانتسابات إلى ما بعد انتخابات. اللي مقتنع بحزب بيقدر يشتغل معاه هسا بدون ما يكون منتسب، واللي بده يستقيل بيبعد، لكن مش من أجل المناكفة للأسف من. فكان هذا هو القرار. هي موافق كمان معي على هاي القضية لأنه عارف هو أنه صح هو اللي سأله. بالضبط بالضبط. قضية سؤالك الثاني له علاقة في المشاركة السياسية، دور المواطن المشارك السياسي في هذه القضية. مش أنا بقرر كمان مرة ثانية، الأحزاب السياسية أنت اللي لازم، الأحزاب لازم تشتغل فيها ما دام أنت في حزب لازم تشتغل فيها. والقضية الأساسية زي ما قلت لك الديمقراطية داخل الأحزاب، هذا نتعلمه كلنا. ما احنا الأحزاب منين جاي؟ منا فينا احنا. هذه بدها فترة، ما هو الثقافة اللي حكيتها مش موجودة كانت، فبدك فترة نتعلم أيضا الديمقراطية في داخل الأحزاب، لأنه كلهم كلنا زي بعض. كيفية الاعتراف بالخطأ، كيف الخروج من مفهوم القائد الفذ والقائد العظيم. في قائد منيح بس مش هو كل شيء. الحزب أنا بقول ده الفريق، برجع لك كرة تنس ولا كرة قدم، هنا المشكلة بتصير. كيف أشتغل مع الفريق يروح المجموع، كيف إنه في قائد ملهم؟ ما فيش قائد يعني حاليا في الأحزاب السياسية، لسه بدنا وقت مشان نتعلم ممارسة الديمقراطية واختيار كيف نختار القوائم. هذا المرة الجاية أنا متأكد راح يصحح حالها الناس، لأنه ما ممكن تستمر كحزب بالطريقة القديمة، راح يخسر، راح يخسر ناسه. ولما يشوف حاله بيخسر ناسه بيخاف، راح يصلح نفسه للانتخابات القادمة بعد اللي صار، راح يكتشف إنه لابد من وجد آلية موضوعية لاختيار مرشحيه والاختيار قادته الحزبيين. هاي المرة الأولى هيك، المرة الجاي بتكون أحسن. لكن علينا زي ما قلت أنا مع ذلك، احنا بدأنا ويجب أن نستمر، وهذا البدء، ونروح على الانتخابات بدي أعمل دعاية انتخابية، ونروح وننتخب من نعتقد أنه الأحسن. ما في شيء مثالي، ما في شيء كامل، مشان نقدر نطوره في المستقبل في هذه. فالوعي السياسي كمان مش أنا بقرره، يعني هذه الناس بتقرره، أنا ما إلي غير أطبق القانون. وأنا أعتقد الناس واعية، مش هاي القضية. ما يعني في أسباب كثيرة مش وقتها سأناقشها، لأنه هي بدها محاضرة أو ندوة بيناتنا كلنا لمرة ثانية نناقش هذه القضية، قضية الثقافة. ها لا لا ما بالعكس، سؤال مهم بس مش ما هلا مش راح أحكي فيه مشان يقولوا الناس، لأنه رئيس الهيئة المستقلة بعدين بقول لك زي ما إنه ما بصيرش أحكي. لا أنا بصير أحكي، بدي أحكي بس هذا رأيي فيه بقول لك، لكن بده وقت، بده يعني السؤال. قضية الديمقراطية أنا اليوم كان عندنا وفد مساعدي الكونغرس الأمريكي زيارة عني البسار، قلت إحنا في توصيات أو في طلعت
الوثيقة اللي طلعت عن اللجنة الملكية للتحديث السياسي الشعار أو الكلمات اللي استعملناها نريد أن نبني ديمقراطية ونطور ديمقراطيتنا. وأنا قلت لا يمكن, وأنا بستعمل كلمة مش ممكن, تصدير أو استيراد الديمقراطية. قلت لهم you can't export or import democracy, وهذا كلام صحيح. وحنا شفنا في الدول اللي اعتقدنا بالمسابقة تم ما جرى فيها, الديمقراطية يجب أن نبنيها مجتمعها ويتطورها. إحنا بنبنى ديمقراطيتنا لكن مستفيدين من تجارب العالم. إحنا ما بدنا نخترع العجل, هي قلت لهم ما راح نخترع العجل من جديد, لكن بدي عجل سيارة جونا حامي بيمشي على الاسفلت لما يصير درجة الحرارة 40, مش بيمشي على الاسفلت لما يصير درجة الحرارة ناقص 10, لأنه فيه مواصفات مختلفة, لأنه مشان ما بده يستحمل لما يكون الاسفلت ساخن ويمشي في درجة حرارة 38 أو 37. فهو مش راح أجيب اخترع العجلة بشكل عام, لكن مواصفاتها بدي إياها تتلائم مع البيئة اللي أنا فيها. ونفس الإشي بالنسبة للديمقراطية نحن, وهذا هو المصطلحات اللي تم استعمالها في الوثيقة التي صدرت عن اللجنة الملكية لتحديث المنظور, بناء ديمقراطيتنا. نعم ديمقراطيتنا حسب شكلنا, بيض ولا سمر ولا سود منون, حسب وضعنا حسب ثقافتنا منطورها, مستفيدين من التجارب. ما ممكن إلا نستفيد من تجارب العالم مشانك, لكن مش نقلها واستيرادها كما هي. وإحنا شفنا لما حل ما تم بالعكس ما صار, صار في فوضى عارمة. وبديش وأنتم بديش أحكي يعني كمان هاي هاي بالذات بحكيش فيها لأنه بتأثر على دول صديقة أو دول شقيقة. معليك قبل ما نأخذ جولة أخرى من الأساتذة المتواجدين هناك سؤالين يبدو أونلاين. السؤال أونلاين الأول ميه. هل أنصفت التشريعات أو فعلت ما بوسعها لزيادة مشاركة الشباب والمرأة؟ وهل رقم 18 هو عدد منصف للمرأة؟ وهناك سؤال ثاني, هل تتوقع تغييرا آخرا في قانون الانتخاب في الفترة المقبلة بعد إجراء وتقييم العملية؟ ستي هلا بقدرش, في شيء منصف 100% وعادل, العدل عند ربنا سبحانه وتعالى. عندنا احنا البندي في كل شيء له نسبه. هلا في قضايا الشباب والمراه وضعت في القانون حوافز لمشاركه اكثر للمراه, منها الحد الادنى 18 ومن ثم يمكن 8 او 10 في القائمه الوطنيه. هلا هذا شيء ايجابي, تطور, راح يكون في ضعف عدد النساء عن البرلمان السابق. في ناس ضد الكوتا, وأنا في رأيي من يقول أنه ضد الكوتا على أساس العدالة وأنه كلنا متساوين في الحقوق والواجبات, هي كلمة حق يراد بها باطل, آسف, مع أنه يمكن منكم أن يقتنع بذلك, بس أنا رأيي أنه لا, لأنه نحن ما زلنا مجتمع ذكوري, والمجتمع يعني وهذا حقيقة بنشوفها وبنشوفها بكل يوم في كثير من القضايا. لكن صحيح تطورنا في المجتمع الأخرى, القوانين تطورت أسرع منا. الدولة الأردنية قامت بتطوير معظم القوانين الاجتماعية والاقتصادية لصالح المرأة أكثر من تطورنا, وإحنا شفنا في قضايا كيف بكون. فهذا لكن هذا بيحتاج وقت, ما في إشي 100% صحيح. الصحيح إنه أنا أنتخب اللي بدي إياه بغض النظر شو رجل أو امرأة على أساس قناعتي وإمكانياتي. الأحزاب السياسية راح تساعد في المستقبل. الشغل الثاني إنه أيضا في هذا القانون مش فقط العدد راح يزيد, نوعية راح تتحسن. ليش؟ في قانون في الدائرة المحلية كانت ما كان في تحديد لمسار الكوتا, يعني أنا بدي أروح ممكن كانت تنجح بالتنافس, فللأسف كان يستفاد من يعني ما إحنا مجتمع ذكوري, القائمة أساسها مين؟ كلهم ذكور, فكانوا ما يجيبوا واحد, يخافوا من المنافسة ما يجيبوا واحدة قوية مشان ما تنافسهم, لأنه كان ممكن تنجح بالتنافس عنهم. وصارت في أول مرة في انتخابات 2016 خمس سيدات نجحوا بسبب, مش بسبب كرم المجتمع, خلينا نحكي بصراحة أنه انتخب مرأة, بسبب جهلهم بالقانون نزلوا في قائمة واحدة أعطوها أصوات, إيه اكتشفوا أنها نجحت فكروها ما بتنافس. هلأ في هذا في هالمرة هاي هناك تحديد مسار, إذا اخترت مسار مرأة كوتا مرأة أو مسار مسيحي أو مسار, أنت فقط تنافس على هذا المسار. فأصبح من مصلحة القائمة أن تجيب سيدة تجيب لهم أصوات للقائمة, لأنها ما بتنافسهم, لأن هي ما بتنافس راح تنجح لحالها لأنها محددة مسار الكوتا, لكن مهم جدا نجيب لهم أصوات القائمة مشان زيادة المقاعد. نفس الشيء في الدائرة العامة في القائمة الحزبية, أول ثلاثة امرأة ثاني ثلاث امرأة, فهم مهم يجيب سيدة كمان بتجيب أصوات للقائمة, هذا راح يحسن نوعية السيدات وإن شاء الله. لكن عدل 100%
ما 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 يعني مش راح يكون. سؤالك الثاني كان بتعلق في هل تتوقع أن يكون هناك جولة أخرى لتغيير قانون الانتخاب؟ بالنسبة لقانون الانتخاب أنا أعتقد في 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 تعديل الدستور وضع نص للمادة، لأنه كان في خوف إنه بكرة تيجي حكومة بعد الانتخابات هاي تقول لك فكني بلا قائمة حزبية بلا وجع رأس شو بدي فيها، وعلما أنه وضع في القانون المرة الجاية 50% للأحزاب و 65%. فحصن القانون الانتخاب وقانون الأحزاب بنص زيه زي الدستور، بحيث أنه بحاجة إلى ثلثي أعضاء المجلس، يعني حاليا المجلس 130 بده 87 صوت أظن، إذا الثلثين حسبتم 89، لا لا حمدان بيك 87 أظن نشوف فرقة الثلثي. المهم ثلثي أعضاء المجلس 87، شايف 37 ثلثي أعضاء المجلس من أجل تعديل القانون أو أي مادة علم، لكن قبل أو أي قانون يعدل ممكن يعدل 35 صوت يا إخوان، يعني فقط 35، لأنه يجب أن يكون نصاب قانوني 130، إذا يجي 70 أو 66 النصاب قانوني، إذا صوت 35 أو 36 من 70 يعتبر المادة أو القانون نافذ. فعمليا 36 صوت تقدر، وصارت كثير تعدلت مواد في قوانين، بس فعدل أربع بعض القوانين حصنت بحيث لأنه هذه القوانين مهم جدا من ناحية سياسية أن يكون هناك توافق عليها بين مختلف مكونات المجتمع. مشان هيك من الصعب تعديل قانون الأحزاب والانتخاب إلا إذا فيه توافق، وهذا مهم جدا، مثل قانون الأحوال الشخصية كمان، مثل قانون الجنسية، بحيث يكون هناك توافق على كل هذه القوانين وهذه في المادة في الدستور، مهم جدا في رأيي. أنه مشان هيك ممكن التعديل إذا كان من أجل الرجوع إلى الوراء راح يكون صعب، لأنه صار يكون راح يكون في البرلمان جهة معنية في التقدم للأمام، وهي الأحزاب لها مصلحة، الأحزاب السياسية راح تكون موجود بنسبة 30%، فراح ومع الأعضاء اللي موجودين فراح تعطل أي محاولة للتراجع إلى الوراء على قانون الانتخاب. بحيث هلا التحسن ماشي، أنا ما بعرفش يعني شو راح يصير، من حق في النهاية الحكومات والهاي، لكن ضمن الإطار اللي حكيت أنه لأنه الانتخابات هذه راح تخلق مصالح مختلفة داخل البرلمان راح تدافع عن مصالحها. معليك يبدو أنه هناك إصرار من سؤال على الأونلاين عن نسبة المشاركة، هل ستشكل تحديا للدولة وهل هي مؤشر عدم قناعة في التحديث؟ ستي أنا خلينا نشوف شو، أنا بقدرش أقول يعني الانتخابات ما فيش نصاب قانوني للانتخابات يعني بالدرس، لكن احنا نتمنى ان يكون هناك نسبه جيده. خلينا نستنى قبل مشان ما احكي، التحدي الاساسي هو للناس المواطن، انه اذا هذا التحديث السياسي مش مشروع شخص، هي مشروع دولة. احنا كلنا بنطالب، يعني انا بتذكر كان في كل البيانات والاحزاب والناس وفي البرلمان الوجود تعددي الاحزاب السياسيه وتطوير، لما صار قانون الاحزاب وقانون الانتخاب في بطلوا يجيبوا سيره انه منيح، في ناس صاروا ينتقدوا انه ليش في عندنا بدناش احزاب كمان. فعمليا أنا أتمنى زيادة المشاركة، زي ما قلت 30% كانت النسبة الأخيرة، أنت نسبة المتوسط المشارك من 2013 لحد الآن 35% في الانتخابات، انسي كورونا في 2020 كانت كورونا، يعني كورونا مثلا المرأة تشارك أكثر عادة، دائما كانت تشارك أكثر مشاركتها في الانتخابات من الرجل، في الكورونا تراجعت لأنه ما طلعت، خافت أولادها على يعني هي أكثر حرصا منا، إحنا مش حرصا على بيتها، دائما المرأة بتكون أفهم منا مشان يعني رح نعمل بس جولة، بس وصلوا هاي لمرتين حكيتها. وصل جولة أخيرة من الأسئلة، نبدأ من هون بعد إذنك. أنا اسمي حمدان الحاج. معليك الحكي طبعا أهم حاجة إنه رفع نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة، وطبعاً أنت معليك وكل الناس عارفة أنه في الأطراف نسبة المشاركة عالية جداً، أحياناً توصل 75 و80%، لكن في أماكن محددة بالضبط اللي هي عمان وإربد والزرقاء نسبة المشاركة أقل. يعني ما أنا الأوان أنه معالجة هذه سواء بطريقة أو بأخرى، ما الدور اللي قامت به أصلاً حتى الهيئة أو يعني الجهات ذات العلاقة في تحفيز الناس للذهاب إلى صندوق الاقتراع. سيدي يمكن آخر 6 أشهر 7 أشهر برامج التلفزيونات والمملكة
ولا هاي كله يافطات كلها عن الانتخابات، شرح قانون الانتخاب والمشاركة. وأنا في رأيي مصر رأيي الهيئة لها معاليها فقط واجب، مش هي اللي بتجيب الناس على صندوق الانتخاب، تشرح القانون كيف تقترح، شو هو قانون الانتخاب. واجب هذه مهمة الأحزاب السياسية في العالم كله، ولا في ولا دولة يعني في الانتخابات، بديش أقول نقارن بلاش يزعل صديقي، لكن ما عملت الحكومة حملة الأحزاب، يعني الأحزاب السياسية في آخر انتخابات في بريطانيا الأحزاب السياسية عملت حملة مشان الحزب نفسه يجيب أصوات. في فرنسا ماكرون وهو رئيس الجمهورية دعا الناس إلى انتخاب الجمهوريين، بعرف شو بيعني بالجمهوريين، هي قضية أصلا بدها نقاش. طب الناس الثانيين من الجمهوريين، في 40% من الجمهوريين يعني اللي عناته ضد الدولة الفرنسية، هاي كمان مفاهيم مين حكى الديمقراطية، يعني كيف الديمقراطية لأنهم معاي بصيروا جمهوريين، الجمهوريين بقصد المؤمن بالجمهورية مش حزب الله بصيروا، هاي إشي ثاني بلاش يزعلوا مني أصدقائنا الفرنسيين، بس هاي وجهة نظري يعني. لأنه أنا بستغرب لما سمعتها أنه انتخبوا الجمهوريين، طب هذه دعوة يعني وكأنه الناس الثانيين أو الأربعين بالمئة في نسبة عادية، 40% من الشعب الفرنسي ضد الجمهورية، مشكلة إذا كان 40% من الشعب الفرنسي ضد الجمهورية أو نظام الجمهورية عندهم. على كل حال مش هاي قضية، لكن ماكرون نفسه كرئيس دعا الناس يروح ينتخبوا حزبه، وهذا دعوة للحزب مش شاركوا هيك لأنه الانتخابات منيحة والانتخابات حقه واجب والانتخاب مش عارف شو بالطريقة اللي احنا بنعملها. في العالم كله ما بصير أستاذي، احنا هلا مطلوب الناس تشارك، الأحزاب السياسية تجيب الناس وتشارك مشان تنتخبها، مزبوط هي المها مصلحة أساسية في زيادة ناخبيها كل حزب، وهذا يعني انه بتصير زيادة تراكمية من كل الأحزاب، هيك الأساس العمل السياسي. شو بدها تعمل هلا؟ بتشرح قانون الانتخاب، بتصور دعايات وافلام وما لك الا الصندوق في النهايه، احنا بنقول احنا مش هيك شعارنا، ما لك الا الصندوق. لكن هذا لما تشعر الناس لازم تقتنع انه هذا البرلمان بياثر على حياتها وبيغير حياتها زي ما بصير في العالم. تمام. سؤال، مساء الخير. سؤال هون وسؤال، بدي أسأل بإدارة الانتخابات 2024. إحنا جزء رئيسي من الانتخابات هو الحملات الإعلامية تبعت المرشحين سواء أحزاب أو مرشحين، وهي المفروض أنها تكون مساحة لحتى يعبروا عن حملاتهم الانتخابية، ولكن أكثر اللي منشوفه بعمان حاليا هو ضوضاء بصرية. يعني يمكن كل اللي موجودين بيوافقوني أنه ما في شارع بعمان نقدر نستمتع فيه لا بمنظر شجرة لا ب اي شيء له علاقه بالسير. فوين دور اداره الانتخابات بموضوع الاعلام اللي بيعملوه انه المرشحين وما يكون شو اوف بيناتهم او مين تباهي مين بيدفع اكثر لحمله الانتخابيه؟ شكرا. اخر سؤال ولا لا لازم للسيدات؟ هون الأستاذ وبعدين الأستاذ اللي وراء بعد إذنكم. أنا أكرم سلامة، معلش بس بدي أحكي بشغلة واحدة، يعني كنت استوعب الكلام يعني أنه بالآخر تحميل المسؤولية للناس. أنا بعتقد أنه المسؤولية الأساسية لعدم المشاركة السياسية والاجتماعية والحزبية مسؤولية البيروقراطية الأردنية. يعني هذا الكلام كان ممكن يكون صحيح لو كان بال89 قبل 35 سنة، بس اليوم أنه نوقف نحكي هذا الحكي، أنا بعتقد أنه البيروقراطية الأردنية أفشلت التجربة السياسية والانتخابية بشكل حقيقي، ولذلك هي لازم تتحمل المسؤولية مش إحنا كمواطنين. وشكرا. شكرا. السؤال الأخير بعد إذنك. مرحبا، هو سؤال فضولي شوي بس، هل بيصح لك أنت كرئيس هيئة الهيئة بتنتخب؟ نعم. والموظفين وهل لازم. هذا الإشي بيأثر على حيادك أنت أو لا؟ شكرا. في سؤال هناك؟ لا احنا لازم ننهي، في ضل اخر سؤال، ممكن ناخذ اخر سؤال. هي في شباب تفضل. يعطيك العافيه، مساء الخير. هو سؤال سريع ومحدد، ايش الادوات اللي عندنا احنا كناخبين اليوم بنقدر نستخدمها لنحافظ على نزاهه الانتخابات؟ هل بقدر ابلغ على المال الرشوه الانتخابيه خلينا نحكي او غيرها، يعني من الادوات اللي ممكن نستخدمها؟ يعطيك العافيه. بالنسبة لقضية الضوضاء سميتها إيش؟ ضوضاء البصرية أو بسموها تلوث بصري تبعون البيئة يمكن، مو هذه قضية. هلا القانون بيسمح في الدعاية، والذي ينظم أماكن الدعاية هو البلديات وأمامنة عمان وسلطة كل واحدة وسلطة تقليم العقبة، لأنه فيش بلدية وسلطة تقليم البكرة، وإحنا في تعليمات تنفيذية تقول المشكلة صحيح مش لازم تعطل
وإحنا أزلنا التعاون مع الأمانة عدد كبير اللي معلقة فوق، لأنه في الطريق إلى الكرك أحد القضاء الأصدقاء قال لي وقعت علي واحدة العاليات، فالأمانة يعني هي مش القانون بيسمح بالدعاية، لكن الأمانة والبلديات هي اللي بتحدد أماكن. أنا بعتقد يجب تطوير نظام الدعاية في المستقبل بحيث يكون في أماكن محددة وعدم وضعهم. هذه القضية هلا بالقانون لا تسمح، لكن أنا معك يعني لازم يكون في أماكن، علما هلا يعني الأمانة صار لها يومين بتقيم بقاعدة موظفينها بالتعاون مع الهيئة بتقيم. وللأسف اليوم أحد المرشحين راحوا إخواننا كمان معلق فوق قاموا له إياها، تهجموا عليهم مجموعة من حملته الانتخابية وصارت رحنا وراحوا على الأمن العام راح يصير لهم محاسبة. لكن يجب أن نحترم كمان اللي بترشح بده يحترم الناس. فلكن أنا بعتقد بالمستقبل يجب أن تحدد بشكل واضح من قبل الجهات المعنية مثل بلدية أمانة عمان، بلديات، وزارة الأشغال على الطرق الخارجية، سلطة التقليب، أماكن يعني في بعض يعني رئيس بلدية ما دبا احتجوا بعض المرشحين إنه رافض يعلق لهم في الشوارع الرئيسية السياحية. قلت لهم حقه، هو حر بدوش يعني في سياح بيجوا بدي حافظ مثلا، بتقدر تحط محلات ثانية يعني. وأنا بعتقد إنه موقفه صحيح رئيس البلدية مزبوط ولا شو؟ أنت مزبوط؟ أنا ما تبص ما شفت. لا بس شوف يعني إنه حكوا معاي إجوا مرشحين من مادبة والله يمكن قرايب لك أكل حال. لا واحتجوا قلت لهم. لا بس ما. قلت لهم ما معاه حق، هو حر في النهاية. لكن أنا بعتقد هذا القضية أنا بقدرش أعالجها، أنا بحدد فقط في النظام تعليمات إنه حسب ما تعليمات الجهات المعنية واللي هي الأمانة والبلديات. وزي ما قلت الأمانة صار له فترة عن الشجر، زعل أحد الأحزاب قال فيه هذا بس أقاموا له يعني هذا عن الشجر، وإحنا الشجرة ما مصدق إمتى تطلع وتكبر وتصير عنا خاصة. فهذه بدها تنظيم في المستقبل وتطوير الدعاية عند الأحزاب، تطوير مفاهيم الدعاية. البيروقراطية لو كانت قبل 10 سنين بس هسه أنا أطلع، ما هو هذا القانون بقول لك أحزاب سياسية يمكن في جزء من البيروقراطية ضد هذه القضية، ما حدا مانعك هلا إنك تشارك وتتطور الديمقراطية وتكون في الأحزاب السياسية أو تنتخب الأحزاب السياسية. يعني هذا الكلام كان ممكن يصير فيه نقاش طويل قبل هذا القانون والدستور، أما هلا مش راح نناقشك لأنه هلا حاليا انتقلنا لمرحلة قادمة بغض النظر مين. بعدين إحنا خلينا نحكي عن المستقبل، بديش أناقش مين عطل مين ما عطل، إيش في أسباب كثيرة، خلينا نتكلم عن المستقبل. المستقبل بقول لك في قانون، أنا بدي أعمل أحزاب سياسية تعددية سياسية، تعددية سياسية هلا لازم تكون 30% كحد أدنى إجباري بمجلس النواب مش على خاطرك. هلا عند الكرة في ملعب الناس هي اللي بتنتخب، المرة الجاية 50% عندك أنت، عندك هذا صحيح، والأحزاب السياسية موجودة بكثرة، وانت بتقدر تعمل حزب في المستقبل اذا اقتنعت مع مجموعه بيحملوا نفس الاراء والافكار. بالنسبه للحياد انا بنتخب وبروح اروح انتخب، انا عمري ما يمكن انتخبت اول مره من 84 نيابيا، كان في انتخابات تكميليه 89 بعدين، فانا بحب الانتخابات نيابه، كنت طالب ما فيش محل الا اروح انتخب فيه او اترشح فيه يعني في النيابه، فراح انتخب والهيئه بنتخبه كحكم، بس هذا لا يعني فقدان حياديتي والتدخل لصالح جهة، من حقي أختار الجهة اللي أنا مواطن في النهاية، الحزب اللي بعتقد إنه قريب لأفكاري راح أروح أنتخب يعني، بس وبدعي الناس إن ننتخب، بس مش لازم تأثر يعني على هلا في أوروبا في العالم كله بكون الحكومة موجودة وفي انتخابات ورئيس الوزراء بدعي لجماعته هو رئيس وزراء، لكن بتصير حيادية. هذا اللي بدنا نوصل له في المستقبل، إحنا منقيل مجلس النواب مشان ما يعني من أجل مزيد من الحيادية في المستقبل، والحكومة ممنوع تتدخل ولا تحكي في الانتخابات بينما في الدول الثانية زي ما ذكرت مثال رئيس الجمهورية ماكرون دعا لانتخاب جماعة. قضية الرشوة الانتخابية احنا في عنا في كل لجنة انتخابية 18 لجنة مسؤول الدعاية وتستطيع عن طريق الهيئة أو تتصل فيه. حاليا احنا جانا كثير من القضايا المتعلقة في تم رصد 32 حالة، قضايا قيد التحديد 22 وحال القضاء 5 حالات، صدر حكم وراح يصدر حكم جديد في المحكمة، يتحولوا للمحاكم لأنه في إجراءات قانونية مش أنا اللي بقرر، أنا جبت بحث قانوني في كل دائرة انتخابية مشان إذا في شكوى. هلا في مجموعة من القضايا تحولت من حولها المدعي العام إلى المحكمة، لو تصل المحكمة معها صارت جدية،
في واحد حكم عليه 6 أشهر وفي حكم ثاني طلع وإحنا مستعدين، بس بدي يكون إثبات. تقول لي أنا موسى قاعد برشي، بدي يكون في إثبات في النهاية. القضاء والنهاية بدهم إشي، اللي دارس حق اللي بيعرف القانون بده إثبات. هلا في قضايا تم إثباتها في اعتراف أو فيديو مصور، بده في إثبات. أما الحكي أما إحنا مع، وإحنا حولنا أكثر من هذا العدد إلى القضاء. السؤال كان كمواطن هل يحق للمواطن مباشرة تقديم شكوى لو يقدم مباشرة إلى الهيئة أو لعضو اللجنة؟ الهيئة المستقلة، في عنا لجنة شكاوي مشكلة برأسها عمار الأستاذ عمار الحسيني مفوض وقاضي سابق، مقسمة إلى دعاية. هلا دعاية الانتخابية مع إني أنا مش كثير، أكثر شكاوي جت على الدعاية الانتخابية إنه هذا حطهم سطع مطر. هلا مش لا قبل وهسا يمكن. اما احنا طب بقدرش كمان اقيمهم انا، لا مش راح اقيمهم الا مش الا وفي لجنه فقط للرشوه الانتخابيه، وتعاملنا مع عدد كبير من الحالات. يمكن معاي هنا ورقه بالحالات بالضبط اللي تعاملنا فيها، يعني في 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 الحالات اللي تم، لكن الحالات تم حالتها على المحكمه زي كما ذكرت. في 5 حالات تم حالتها من قبل المدعي العام، والمجلس القضائي ساعدنا وحط مدعي عام مختص في الشمال 1، في الوسط 2، وفي الجنوب 1. لكن ما راح تقبض تمسك، ما بتقدر تحط شرطي على كل واحد. بعدين في شكاوى بتيجي، طب تعال يا عم قدم شكوى مشان هيك، بقول لك لا ما بدي، بديش اعمل مشاكل معها. اذا بدكش تعمل مشاكل انا بقدرش اعمل شيء، لانه لما وديها للبحث القانوني الباثع القانوني وديها للمدعي عام بقول لك فيش قضيه، بده شيء واضح فيها. هلا بنسمع كثير وانا بعرف، ممكن انت بتعرف، بس كمان انا في رايي في مبالغه في قضيه الرشوه الانتخابيه. يعني انا لما نحط عن تحويل قضيه للمدعي العام او للمحكمه، بنلاقي على السوشيال ميديا ابتهاج واشاده بموقف الهيئه، معناته اغلبيه من اغلبيه الساحقه، مع انه اغلبيه الناس هلا في عدد صحيح، بس اغلبيه الاردنيين ما برتشوا، بروح بصوتوا لاسباب اخرى قد تكون لا غير اسباب سياسيه، بس مش بسبب، يعني ممكن أسباب لأنه عشيرته صديقه بحبه، يعني مش لكن مش الرشوة الانتخابية. مرات نظلم حالنا لما إحنا منبالغ فيها في قضية الرشوة الانتخابية، وهذا لا يعني إنه مش موجودة، لكن أغلبية الناس، لأن الناس اللي بعرفهم أغلبية الناس اللي بعرفهم بغرب، وأنا بدعي إني بعرف أعداد كبيرة وهائلة، ما بنتخبوا على أساس واحد الدفاع لهم، بروح بنتخبوا أو ما بنتخب، بنتخب على قناعته أو لأنه قرابته لأسباب مختلفة، وقد تكون لأسباب سياسية أيضا في هذه القضية. وأنا واثق أنه كل القاعدين هون هين عدد كبير، ما حدا مدام قاعدين هون ما حدا رايح ينتخب، ما راح يعني بسبب الهي، أنا واثق من هذا. إذن لا بقول لا، أنا مشان نرد على هين، أنا مش أنا ما بشكك، بقول أنا ما بشكك، بقول واثق إثبات. أنا بأكد أنه في مبالغة في قضايا الرشوة الانتخابية عند الناس. أشكرك معاليك، يعني يبدو من جملة، والله أنا آسفة بس إحنا حقيقي لازم ننهي. أعتقد معاليك يعني 3 أسابيع من الآن وتبدأ اليوم، 4 أسابيع من الآن ويبدأ يوم الاقتراع. بلاش تقدمي، لا يا ريت، يعني أنا مرتاح يعني. 4 أسابيع مش زعلان يعني. يعني بمجمل الحديث، الكرة الآن بملعب الأحزاب السياسية حتى تقدم برنامجها، حتى تحدد رسائلها وتشتبك على أساس البرنامج. الهيئة المستقلة للانتخاب ضامنة لنزاهة العملية، والمواطن في حال وجود أي انتهاكات أو شكاوي يستطيع مباشرة أن يتصل في الهيئة الانتهاكات. ونتمنى أن تكون العملية يعني حسب المأمول، وبالتأكيد هناك مراجعة لهذه العملية في وقت لاحق. أشكرك جداً معاليك، ونتمنى أن يكون في إفادة.